لماذا تثير ليلى عبد اللطيف الجدل من جديد؟ نعش غريب وسر الجثة يذهل العالم. مرحبا بحضراتكم معانا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقات التوقعات، وحنتكلم فيها النهاردة عن توقعات مهمة وخطيرة من توقعات سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف. وفكرك سريعا اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي توقعات في العالم. لو انت جديد معانا شرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. ليلى عبد اللطيف بتتوقع ان الإمارات سنرى فيها وفود دبلوماسية رسمية من دول الخليج، واللي هتزور سوريا تحضيرا للمرحلة القادمة. شايفة الشيخ محمد بن زايد يقوم بزيارة مفاجأة إلى سوريا وفي قصر الرئاسي السوري مع رئيس الأسد. الإمارات وقطر معا وعلى محطة إعلامية واحدة، وده بسبب حدث بارز وعالمي مهم. كمان توقعت ليلى عبد اللطيف أننا ممكن نشوف زلازل في بعض الدول العربية والخليجية واللي هيشعروا بيها. بتفقد مدينة هوليوود خلال الأشهر القادمة عدد من الوجوه البارزة وأراهم في ذمة الله. كمان بتتوقع ليلى عبد اللطيف أن لبنان للأسف شايفة فيه موجة من الحزن بتلف الطائفة الدرزية الكريمة، وبعض المناطق اللبنانية ستكون في حالة من الدهشة والبلبلة والقلق. تتوقع حادث أمني يهز أحد المناطق اللبنانية ويثير ضجة عارمة وخضة أمنية واسعة، وسوف تتجه الأنظار والأعلام إلى مبنى تلفزيون الـOTV، وبيكون محط الأنظار خلال المرحلة القادمة. وسنرى حشود تتجمع أمام أبواب الـOTV وهي بحالة غضب وقلق، وسنرى الجيش على أبواب الـOTV في أحداث ما. كمان بتتوقع انقطاع الغاز والكهرباء عن بعض الدول والمدن في أوروبا خلال المرحلة القادمة، مما سوف يتسبب في حالة من الفوضى والقلق. كمان بتتوقع ليلى عبد اللطيف سلاح روسي جديد ومتطور سوف يظهر فجأة للعلن ويثير الدهشة والقلق خاصة في أوروبا. أسلحة بتتطور وأسلحة جديدة ما بتخطر على بال حد. سنشهد جريمة أو عمل إجرامي في إحدى استوديوهات التصوير، وسنرى الفوضى والبلبلة تعم المكان داخل أو خارج هذا الاستوديو المعروف. كمان بتتوقع أن هتعلن روسيا الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الأوكرانيين، والرئيس بوتين هيتخذ هذا القرار بشكل مفاجئ. والعالم وأوروبا بترحب بإطلاق سراح هؤلاء الأسرى الأوكرانيين، وأتوقع ده حصل بالفعل خلال الأيام اللي فاتت بمبادرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. كمان ستشهد الأجواء الإسرائيلية أحداث أمنية بارزة، وإيران تتأهب وتستعد وتواكب الحدث. شايفة لبنان بيتعافى سياسيا من جديد وبقوة، ولكن في عام 2023 الاقتصاد الأسترالي سوف يلمع وينتعش بقوة خلال المرحلة القادمة، وكثافة طلبات الهجرة إلى أستراليا خصوصا من دول أوروبا، ودي هتكون لافتة جدا وسوف تصبح حديث الناس ومحط أنظار العالم. كمان بتتوقع أن ظاهرة الجرائم والقتل عن طريق ارتداء القناع سوف تنتشر حول العالم خاصة في دول أوروبية، وسوف تصبح معروفة باسم الجرائم المقنعة. سنراها أيضا في عدة أماكن وبأساليب مختلفة، ولكن هدفها واحد وهو السلب والقتل، وسيكون القاسم المشترك هو لبس القناع وإخفاء الوجوه. أيضا من توقعاتها أن هتشهد المرحلة القادمة سنرى وفد دبلوماسي كندي رفيع المستوى يزور المملكة العربية السعودية لحدث مهم. أزمة الغاز والنفط في لبنان ستشهد بعض الانفراجات وتكون في طريقها للحل. سوف ينعم لبنان بالغاز ابتداء من منتصف العام 2023. مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي ستكون في طريقها إلى الاتفاق والتوقيع، وذلك خلال الأشهر القادمة. من توقعاتها الخطيرة أيضا أن مشهد غريب سنرى فيه نعش أو تابوت يحمل جثة أو ميت لن يكون بداخله جثة، وسيكون السؤال أين الجثة وماذا يحمل هذا التابوت، وهنا ستكون المفاجأة على وسائل الإعلام. كمان بتتوقع أن هيكون موقع الفيسبوك محط الأنظار والإعلام، وده بسبب حدث مؤسف وخطير. الإعلام العالمي وأنظار الناس سوف تتجه لمنتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين، وده خلال مباريات كأس العالم أو المونديال كأس العالم لحدث مهم وبارز. شايفة كمان مواجهة بين لبنان والعدو الإسرائيلي آتية لا محالة، ولا تستبعد أن يبدأ هذا الحدث خلال الأشهر القادمة، وسنرى سوريا في قلب الحدث والأجواء السورية
لن تكون بعيدة عن هذه المواجهة وسوف تتخطاها إلى دولة أخرى. سيشهد العالم ظهور علني جديد لجماعة عبدة الشيطان، وسوف يرافق ظهور هذه الجماعة حالة من القلق والخوف عند الناس، وسوف تكون حديث الشارع والإعلام كله. سيشهد العالم قمة روحية دينية تجمع جميع الأديان والمذاهب لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة. للأسف سيشهد العالم أزمة حادة من خلال انهيار الأسهم العالمية والبورصة وفي عدة دول أجنبية، مما سيسبب حالة من الهلع، وده بسبب أحداث عالمية بارزة. أيضا سنشهد كمان بتتوقع مشهد من الفوضى والشغب والغضب نراه يحصل أمام أبواب أحد البنوك في دولة عربية، وسيكون هذا المشهد قريبا جدا من المشاهد اللي رأيناها أمام المصارف اللبنانية. وسوف تواجه هذه الدول أزمة مالية حادة تصل إلى حدود انهيار العملة الوطنية، وتدخل في أزمة نقدية خانقة وخطيرة. كمان سنسمع قرار بالعفو عن بعض السجناء في السجون اللبنانية وبشكل مفاجئ. الفيضانات تهدد عدة دول في العالم خلال المراحل القادمة. قد تطال هذه الفيضانات مساحات شاسعة وكبيرة من أراضي هذه الدول العربية والأجنبية. كمان العالم على موعد مع اكتشاف طبي مذهل وعلاج فاعل لمرضى السرطان، واللي بتتوقع أنه هيجي من شجرة أو نبتة، وهيتم العلاج بعيدا عن الكيماوي والعمليات. أيضا سنسمع في الشارع اللبناني مرة جديدة كلمة شكرا قطر لسبب إيجابي فاعل وبارز جدا. ستشهد المناطق اللبنانية أعمال تخريبية وفوضى وتكسير وتطال أعمال إرسال الهاتف الخليوي، وسوف تصل أعمال الفوضى أو الشغب إلى أبواب وشركات الهاتف ألفا وإم بي سي، والجيش والأمن بيتدخل، ولا تستبعد حدوث أعمال فوضى وغضب على محيط أبواب وزارة الاتصالات خلال الفترة القادمة. بتقول إن الأبواب والحدود الكندية هتكون مفتوحة خلال المراحل القادمة أمام جميع المهاجرين إليها، وسنرى حدوث موجة لجوء لكندا من دون شروط أو لغات ولا حتى حسابات مصرفية. الدولة الكندية ستفتح المجال أمام كل الأجناس والجنسيات وأمام كل الأعمار والأديان، وده مع تأمين فرص عمل وتسهيلات مهمة للحصول على وظائف ثابتة. وسوف تشهد كندا وأستراليا خلال العام أكبر نسبة من المهاجرين لأراضيها، سواء من أجل إعادة لم الشمل العائلي أو من أجل تأمين حياة ومستقبل أفضل ليحمل معه الأمن من جديد. ثانيا الحكومة الكندية ستعلن حالة الطوارئ في كندا خلال المرحلة القادمة لحدث مهم، ومطار كندا سيكون محط الأنظار وحديث الإعلام بسبب حدث مؤسف، والأسواق الكندية هتشهد ارتفاع يصل إلى حد الجنون ويطال كثير من المواد الغذائية. وهنا أرى الحكومة الكندية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتفاع الأسعار، وستعلن عن خطة عاجلة لضبط الوضع والحجم ولتحجيم ارتفاع الأسعار وتأمين ما يلزم لتخفيف هذه الأزمة. تابعين الأعزاء، وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف للدول العربية وأيضا التوقعات العالمية. بشكركم جدا على حسن المتابعة، ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة. نستنى تعليقاتكم وأراءكم، ودمتم في حفظ الله ورعايته.